الفنان اختيار وحاسة استبعاد. عبقرية الاختيار وحاسة الاستبعاد. عبقرية الفنان استبعاد الأشياء مش اختيار. ده أصعب. لما تحط في موقف في بلدي مجتمعي ما حبكش إن أنا أبرز أسوأ ما فيك يا مصر وبتكلم على الإطلاق. السنة اللي فاتت ما كانتش على السنة على الإطلاق واتحديت على الهواء في التلفزيون قلت عايز واحد يطلع يناقشني ويعمل معايا مناظرة ويقول لي فيه عمل واحد ما فيهوش المرأة المصرية عابرة. عايز مسلسل واحد قدم نموذج لمرأة مشابهة. يبقى الأتراك بيعملوا مسلسلات يبينوا عظمة تركيا وارتفعت السياحة خمس أضعاف واحنا مستمتعين بتقديم العشوائيات على انها هي مصر كلها. ده مش موجود.